السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم المهندسين والمهندسات. النهارده لقانا في الفيديو رقم 166 في قناة تعلم الهندسة المدنية Civil Engineering World، ويعتبر الفيديو الثالث من حديثنا عن تطين بحيرة صناعية من الأغشية الصناعية أو الجيو سنتاتكس. واتكلمنا إن احنا النوع اللي بنستخدمه هنا هي نوع الجيو ممبرينز أو خاصة من نوع ال HDPE عالي الكثافة أو منخفض الكثافة. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع اللحام اللي بيتم ليه الجيو ممبرينز أو الأغشية الأرضية. زي ما أنت شايف هنا الميثودز أوف فيلد ويلدينج، ده اللحامات اللي بتتم في الموقع. في الحقيقة عندنا نوعين اللي هي الهوت ويدج فيوجن ويلدينج أو الإكستروجن ويلدينج. وطبعا ده خاصة مثلا الماتيريال اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده ال HDPE، سواء ان هو عالي او منخفض الكثافة، او حتى برضو في بالنسبة لل GCL. في بالنسبة للوصلات الجوينينج ممبرين بانلز، هنا هنستخدم فيها الهوت ويدج فيوجن ويلدنج، وكذلك برضو بالنسبة لل HDPE. لكن بالنسبة للريبيرنج او الديفكتيف بارت بنستخدم فيها الاكستروجن. ديت يعني باختصار الموضوع انه بيتم ازاي. زي ما انت شايف مثلا عندنا جزء تقاطع مجموعه بانيلات من اللاينر اللي موجود عندنا مثلا او الاتش دي بي اي، فبتقطع جزء كده باضافي فبتحطه كرقعه كده، يعني بحيث ان هي تغطي منطقه الانترسكشن مثلا، وبتعملها بالهيتنج كده بهيتر كده بحيث ان هي تتلزق مع الرقعه، تتلزق مع البانلز اللي موجوده، وبعد كده بتعمل لها جريندنج، وبعد كده بتعمل الاكستروجن. ديت البروسيدور بالنسبه بروسيدور اوف اكستروجن ويلدنج فيلت ويلدنج. طبعا هو هنا بيتكلم انه الاكستروجن ويلد فيلت سيمينج، يعني سيمينج او ويلدنج هي الاثنين، بيستخدم في ريبيرز باتشز بانل انترسكشن، في اعمال التصليح لو في عندك عيب ولا حاجه خرمه في اللاينر اللي موجود او الممبرين اللي موجود، فبتعمل له ريبير فبتستخدم فيه الاكستروجن. الرقع لو هي مثلا زي البانل انترسكشن او تقاطع. A hot air welder or heat wedge welder with temperature capability to يعني بتوصل درجة الحرارة لغاية 250 درجة سليزيوس، بتستخدمها علشان تلزق طبعا زي ما قلنا الممبرين أو الرقعة مع الجي ممبرين اللي تحته. الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت زي ما انت شايف بتحطه على بعض، وتعمل لهم grinding both upper and lower sheet is completed. هنا بيكلمك انه بريفيرد اورينتيشن اوف جريندنج مارك، انه لما تيجي تعمل جريندنج يفضل ان انت تعمله عمودي على اتجاه اللحام اللي انت هتعمله مش موازي ليه. منطقه الجريندنج او تقدر تقول عرض الجريندنج اللي انت هتعمله بالنسبه للحام يكون على تقريبا حوالي 5% من تخانه الممبرين اللي موجود عندك، ويفضل ان هو طبعا ما يزيدش عن 10% لان اصلا ماكينه الاكستروجن مش هتغطيه. ادكوت اكسترود ويلدنج رود، طبعا بيكون في رود مخصوص بيتحط مع المكنه ساعه اللحام، فبيكون لازم يكون من نفس ماده الجيو ممبرين. يعني لو انت مثلا عندك بوليثيلين على الكثافه يكون عندك الرد بوليثيلين على الكثافة، ولو انت بتعمل ويلدنج ليه بوليثيلين منخفض الكثافة يكون الرد برضك من نفس الماتريال. Seams of 3 or 4 sheets shall be completed with a batch having minimum dimension of 61 cm. لو انت عندك مثلا تقاطع لثلاث شيتات او اربع شيتات وهي هتغطي منطقة التقاطع اقل مساحه او اقل عرض مثلا لمنطقه الرقعه اللي انت هتحطها تكون 61 سم. طبعا الموضوع ممكن يختلف مواصفات لمكان لمكان، ولكن بس يعني يعتبر زي توضيح يعني لاحد المواصفات في احد المشاريع. ده زي ما انت شايف مثلا عندنا الجزء ده كنا احنا قطعناه عشان نعمل اختبار للويلدنج اللي انت شايفه هنا ده، ولكن الجزء ده طبعا عشان قطعناه فبنرجع نعمل له ريبير. فزي ما انت شايف عشان تعمل له ريبير بتعمله بالاكستروجن. ده طبعا شكل ماكينة الاكستروجن، وزي ما انت شايف هنا اللحام الوصلة اتعملت وبيمشي كده على طول الوصلة وبيسيح تقدر تقول الجزء ده، فبيعمل زي طبعا زي ما انت شايف قضيب الويلدنج رود، وزي ما انت شايف بيكون متوصل معاه وبيمشي معاه على طول.
ده الوحش اللي بيعمل ويلدينج. طبعا من ضمن الاستخدامات برضك يعني بالنسبة لو انت عندك حائط ما تقدرش، النوع التاني اللي هو الهوت ويدج ده لازم غالبا لازم يكون جزء افقي، وممكن تعمل برضك على الميول، ولكن الاجزاء الرأسية بيكون صعب جدا او شبه مستحيل يعني. فبالنسبة للاكستروجن تقدر تعمل على الجزء، الحوائط الرأسية مثلا تقدر تعمل بيه الاكستروجن، بيكون سهل حتى لو انت عندك تانك زي ما انت شايف كده بيكون في صعوبة شوية ان انت تستخدم الهوت ويدج، فتعمل بيه الاكستروجن. حتى مثلا كان في مثلا عندنا بحيرة زي ديت وكان في أعمدة وبيتم عمل لها إحاطة من الجيو ممبرين، وزي ما انت شايف برضو كل الأجزاء ديت عشان تعملها ما تعرفش تعملها بالهوت ويدج، فبتعملها بالاكستروجن. برضو كذلك لو في عندك فتحات مواسير في خزانات او كده، الاجزاء ديت عشان تلف وحواليها كده بالطريقه ديت طبعا لازم منها اكستروجن. لو في عندك حوالي مثلا خرسانه او ابعاد خرسانه او بيدستال او كده، حمله بايبات او انابيب، برضو الاجزاء المزنوقه ديت او الحتت الضيقه ديت بتحتاج فيها اكستروجن. دي برضو قاعده خزان خرسانيه، فبرضو الاجزاء الرئيسيه دي كلها بالنسبه للاكستروجن هو الحل الامثل. ده زي ما انت شايف كنا بيعمل جريندنج للرقعة ديت. ده يعني يعتبر كده نظرة سريعة على موضوع الاكستروجن. وطبعا زي ما اتكلمت انه بس احنا بنحاول نفصل او نعمل تمهيد بحيث ان احنا لما نيجي نبدأ نتكلم عن بدء اعمال يعني ندخل في التفصيل ان انت ازاي تعمل تبطين ل الجيو ممبرينز يكون الامور واضحه، بحيث ان احنا لو قلنا نوع الويلدنج بحيث ان احنا نكون تعرضنا له ووضحناه قبل كده. ده كده يعني يعتبر وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله في الفيديو القادم هنتكلم عن النوع الثاني من اللحام اللي هو الهوت ويج. خلينا برضك نشوف يعني انه ازاي برضك بيكون بيتم اللحام زي ما انت شايف هنا على جزء افقي كده. طبعا هنا يتقدر الفن اللي بيعمل الاكستروجن مفيش فيه يعني الموضوع، بس بيمشي بمعدل ثابت بحيث ان هو على كامل الوصله، وزي ما انت شايف اللي بيسيح الجزء الفاصل هنا يعتبر كان جزء نهايه كده مع الجيو ممبرين، فكان عشان يقفل الجزء طبعا عشان ما يحصلش تسريب او كده فبيقفله، ولكن ده برضو كده كذلك بيتم فيه الوصلات. ده زي ما انت شايف الويلدنج رود هنا، ده اللي زي ما انت شايف دايما على طول بيكون بيتم يعني بيحطه باستمرار، لازم يكون متصل تماما معاه لانه ده هو اللي بيعمل بيه يعني بيسيحه، هو ده اللي بيعمل اللحام اللي بيتعمل به الوصلات او حتى جزء النهايه. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكون واضح فكره اللحام الاكستروجن او بالطبق، وان شاء الله نتعرض في الفيديو القادم مع لحام بطريقه On Hot Twitch. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.